قلنا في إطار بناء الإنسان وفي إطار هذا الشق الاجتماعي انت اللي بغاه جلالة الملك، كاين واحد طبقة متوسطة. هذه الطبقة المتوسطة هي تقريبا 4.2 مليون انت على السالاريه في البريفي واللي كاينين في البوبليك اللي كاينين في القطاع العام. هذا هو الطبقة المتوسطة اللي كاين في البلاد، وكان لابد اننا نديروا معها واحد الحوار اجتماعي متجدد، ماشي بالصيغه القديمه اللي كتجي النقابه تطلب وانت تقول وتوقف في واحد الحد. نو، استعملت فيها الحكومه الاراديه باش تعالج الوضع نتاع هاد الطبقه المتوسطه. وهذا الحوار الاجتماعي اللي اتفقت الحكومه وتوقع في ديسمبر في افريل الاخير غيكلف لوحده 44 مليار تاع الدرهم، وغادي يبدا الاجر نتاعو هاد يوليوز اللي احنا فيه، يعني في لافان تاع جويي هاد العموم نتاع الطبقه المتوسطه ستتوصل بالشطر الاول نتاع الزياده في الاجر اللي كانت في 1000 درهم مع مراجعه الضريبه على القيمه على الدخل باش نفصلوا بين الدخل نتاع لا بروفيسيون ليبرال اللي تيبني واللي عنده هذا مع الدخل الاجري، باش نقصنا بشكل كبير الضغط الضريبي على الاجره. زدنا في اطار هذا المنظور التصور الاجتماعي اننا نعالجوا الاشكاليه السكن. السكن كان قبل كنديروه بلي ريستورن فيسكال بالارجاع الضريبي نتاع القيمه المضافه، قعد فيه مجموعه من الاختلالات. قلنا باش نضمنوا الفعاليه نتاع هذا الدعم غادي نمشيو بشكل مباشر للمواطن اللي تيشري السكن نتاعو لاول مره، تنقول له سير للسوق هذاك السكن اللي لقيتي وعجبك الا كان قل من 30 مليون غادي تاخذ 100000 درهم، وإلا كان بين 30 و70 مليون اللي هي الطبقه المتوسطه غادي تدي 70000 درهم، نعطيك 7 مليون كنعاونك بشكل مباشر باش تشري هذاك السكن، ونكونوا متاكدين بان هاد الناس اللي غادي يقتنيوا هاد السكن غادي يستافدوا بشكل مباشر عوض ما كنا قبل تنرجعوا الفلوس تاع الضريبه المضافه لهذاك المقاول وما عرفتوش باعوا ولا باعوا ميزون سيكوندير ولا الى غير ذلك. بالتالي مشينا بشكل مباشر والحكومه مشات، ولحدود اليوم راه استفدت اكثر من 11000 اسره بهذا الشيء، ومن المنتظر ان ترتفع الوتيره نتاع هذا الشيء باش نكملوا الشق الاجتماعي للعمل الحكومي. كان لابد اننا نحسنوا الوضع نتاع الصحه لا على المستوى المؤسساتي ولا على مستوى العرض الصحي، بالتالي خلانا نطلعوا الميزانيه نتاع الصحه ب 65% بالثلثين، وميزانيه التعليم بالثلث. هذا هو تصور وهذا ما قامت به الحكومة إلى حدود اليوم في بناء الدولة الاجتماعية، وهذا البناء غيكلف 90 مليار متاع الدرهم.